توقعت قلنا نجوم في مصر هيرحلوا عننا. نعم. مين؟ يعني مطرب وفنان قدير. المطرب هو من الشخصيات القديمة. وفنان قدير. فنان قدير. ما حجيب سيرة الأسامي. الشارع المصري حيعرف. بدك صراحة تعبت من الفنانين وتوقعات للفنانين. ما عاد حابب أقرأ للفنانين. هل تعلم؟ ستريس وقلق ومشاكلهم كثيرة. قصدك تعبت منين؟ يعني بشكل عام نص الفنانين تعبت إني أقرأ لهم يعني. ليه بيحصل؟ يعني وسط ما بيرحم وسط ما عاد وقعت والله ما عاد رديت على حدا. الفترة المقبلة ابن أحد الأمراء الخليج وبغيبوبة هو بغيبوبة دلوقتي بغيبوبة حيكون محل أنظار فرح للأهل. طمنتنا. يعني هو ابن أحد الأمراء بغيبوبة صاله فترة طويلة حيرجع يصحصح الفترة المقبلة. طب الحمد لله دي حاجة حلوة يعني. نعم. بالسنة 2025 بشهر 4 و5 المملكة العربية السعودية حيكون في عندها كثافة سياحة مش طبيعية. ازدهار السياحة. ازدهار سياحة في المملكة العربية السعودية. السعودية حصلا بشهر 5 فوق أو 4 و3 من الخمسة. في حتة معينة الرياض جدة ولا؟ بشكل عام. بشكل عام الرياض أو جدة بشكل عام. احنا طبعا يعني حاجة جميلة قوي نتمنى طبعا الخير للسعودية ودايما اللي قدام كده مصر والسعودية الفترة الجاية اقتصاديا نعم. هيبقوا في ازدهار. احد الدول الاجنبية الفترة المقبلة حتكون محل انظار انفجار. حتكون محل انظار قنوات كتير يعني احد الدول الاجنبية ما حذكر لك الاسم ما بعرف حيكون في انفجار فيها او حريق ممكن او حيكون فيها بلبلة وحيكون فيها ضحايا كتير. أحد الدول الأوروبية أوروبية ولا؟ أوروبية حصرية. أوروبية حصرية هيحصل فيها انفجار. يا انفجار يا حريق يا نعم حيكون فيها ضحايا. تعال نروح للرياضة. يلا أنا والرياضة مش صاحب كتير ولكن هروح معك للرياضة. توقعاتك أنا توقعت بالأصل لكريستيانو رونالدو أنه آخر فترة لألو الفترة المقبلة. رونالدو؟ آخر فترة لألو 100%. يعني اعتزال كريستيانو رونالدو. اعتزاله؟ اعتزاله ممكن يصير مدرب أو ممكن يترك الرياضة. يعني اعتزاله خلاص أو ممكن يصير مدرب. رونالدو هيبقى مدرب؟ نعم. ده السنة الجاية دي؟ يعني الفترات اللي جاية الشهور الجاية ممكن. الشهور اللي جاية يعني سنة 2025 بشهر 3 ولا 4 و5 ولكن يعني آخر فترة لألو. هو وميسي اثنيناتهم حصريا. رونالدو وميسي هيبطلوا كورة. هيبطلوا كورة 2025. نعم. كريم بنزيما محل أنظار بعض المطبات لا أخلاقية الفترة المقبلة. نعم. محمد صلاح صعب يفوت على دوري الخليج الفترة المقبلة. صعبة جدا. هيفضل في نادي العميل ليفربول يعني؟ نعم ولكن حيكون عنده مطبات بليفربول فترة مقبلة حتعدي بخير وسلامة بس صعب يجي على أي دوري. يعني عاده هيتجدد في ليفربول؟ هيتجدد نعم. صعب إنه يفوت على أي دوري الخليج الفترة المقبلة صعبة كتير. طب كده معناه إن 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 لو رونالدو وميسي اعتزلوا هيبقى محمد صلاح رقم واحد على العالم. حاليا هو رقم واحد يعني محمد صلاح تمام بس إنه صعب يلعب دوري الخليجي. صعب ما أبدا. بتمنى انه الفترة المقبلة نادي الاهلي حيكون عنده بعض المطبات بتمنى انه تخلص بخير وسلامة. منتخب مصر هيخش كاس العالم؟ نعم. هنخش كاس العالم السنة. نعم. هتكون محل انظار. هنكمل؟ مش كتير. بس ولكن حيكون من السنوات المفضلة. يعني التقدم حيكون اكتر من السنوات اللي راحت. نتمنى والله فعلا يعني مصر كلها تفرح. حذكرني انت بهذا الموضوع او حنذكر بعض نحن. سنة 2025 الشهور المقبلة شهر 1 او شهر 2 حتوقع دور بطولة جميلة جدا. لمين؟ انت حضرتك. انا؟ نعم. انا ما بعملش بطولات.
حتعمل دور بطولة جميلة جدا يعني، حتى لو مو بطولة ولكن حتكون أنت محل أنظار يعني، حيجي لك عقد جميل جدا. العقد هو كان العقد هو كان موجود والتغى أو صار فيه بعض المشاكل تأجل أو حيكون عقد جديد. نعم. طب دي حاجة يعني، دي حاجة تفرحني قوي فعلا. نعم. الفترة المقبلة تونس فيها مطب اقتصادي كتير كتير كتير. الفترة المقبلة تونس؟ نعم. هيحصل فيها ايه؟ يعني مطب اقتصادي وبعد البلبلة بالشارع التونسي. يعني انت بتقول ان هيبقى في ربيع عربي تاني في تونس؟ في ربيع عربي بس ما هحكي لك انه بتونس، في بعض الدول حيكون في ربيع عربي، ولكن تونس الفتره المقبله حتكون وضع مش مستقر الفتره المقبله. ان شاء الله تعدي بخير وسلامه. انا بحب تونس كثير وعندي كثير علاقات فيها. احنا بنعشق تونس واهل تونس يعني. نعم. يعني ال- 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 الوطن العربي الفتره الجايه السنه الجايه ده مش هيبقى سنة 2025 بشكل عام حتكون السنة مطبات كتير الدول أوروبية، حتكون سنة سيئة. سنة سيئة، سيئة. على العالم بقى، على كده. العالم بشكل عام. يعني في دول حتغرق، في ناس، في دول اقتصادين حتنهار، في دول تانية حتنعاش. لكن مصر مصر الفترة المقبلة مليون بالمئة يعني، هذا توقع ما بترجع عنه. ازدهار للمصر الفترة المقبلة اقتصاديا والسياحة. نعم. وسياسيا ما لا، ما في اي شيء سياسي، ما في اي حاجه ابدا ابدا ابدا. يا رب دايما مصر يا رب محفوظه في محفوظه ومذكوره في القران يعني، والانجيل، وان مصر دايما محفوظه مصر من عند ربنا يعني. مستوعب كميه ناس مش طبيعيه يعني، الله يحميها يحمي جميع الدول العربيه. ماذا تتوقع الفتره الجايه عن ليلى عبد اللطيف؟ والله في سألوني كثير على فكرة الأسئلة، على فكرة دائما بحكي على تم وفاة أختنا توقعت لها مع الإعلامي رجاء نصر الدين، هم أصدقاء يعني. أوكي بس يعني شو بدي أحكي، عندها مطب إن شاء الله تنحل مطب. أنا التقيت فيها من قبل يومين صدفة بمطار على فكرة. نعم يعني عندها مطب، عندها مطب، بتمنى أنه تخلص الموضوع. بعد آخر فترة لقاءاتي كلها صاروا هنا عم يأخذوا منها سكوبات يعني، لما طلعت اغتيالات وحرب لبنان هم طلعوا صاروا يأخذوا منها، هم بيحكوا من بعدي. لهيك بتمنى لها الخير، بس في عنده مطب ان شاء الله يعدي. ان شاء الله ان شاء الله يعدي. نعم يعني كل العالم كله بيسمع لتوقعاتها بصراحه يعني، توقعاتها بتقبى. حاليا انا نمبر 1 وما بحب اكون من نمبر 1 ها، بس حاليا انا بالصداره خلاص. كل المعلومات اللي قلتها هنا قلتها هنا هتبان الفتره الجايه اكيد. نعم وبتمنى كل شيء حكيته ما يتطبق، بتمنى كل شيء حكيته كسياسة ولا فن ما يتطبق. نعم. كهربا في الرياضة؟ كهربا اللي بيلعب مع أهلي، أنا توقعت له فترة مقبلة مشاكله مع الأهلي، حيكون فترة مقبلة حيترك الأهلي، حكيت أكثر من مرة أنا. كهربا ما حيكمل الأهلي. الأهلي بشكل عام فترة مقبلة محل أنظار بعض المطبات. أحصل له مشاكل يعني، مشاكل بالأهلي، ممكن يروح إعارة لحدة تاني، ممكن عنده مطب، ولكن زمالك محل أنظار حيكون قوي فترة المقبلة لفترة طويلة. هلا جمهور الأهلي حيكرهوني ها. طب مين اللي هياخد سوبر المصري؟ زمالك حاليا بالصدارة. زمالك حاليا بالصدارة. زمالك هو اللي هياخد السوبر المصري. حاليا بالصدارة. حيكون محل أنظار لفترة طويلة. لفترة طويلة. طويلة. يعني إذا الأهلي مش هيرجع زي ما كان. لفترة طويلة الزمالك حيكون بالصدارة. هيبهدلونا هلا جمهور الاهلي. انا هقولها المي الحلمي الفتره الجايه. لا ما يحرمي حتطلع تبهدلنا. هي اهلاويه مو اهلاويه. نعم حتى بالاصل هي الفتره المقبله عندها تقدم حلو بالعمل. ما يحرمي عندها تقدم حلو بالعمل يعني ها. نعم هيبقى عندها تقدم، تقدم بالعمل. هي عامله شغل عندنا هنا برضو. نعم لا ولسه فيها عندها شغل اقوى الفتره المقبله. انا بشوفها باحد الدول الخليجيه وباحد البرامج الخليجيه الفتره المقبله وانا حاكي لها. قول لنا بقى خبر اللي جه على بقى، حاسس في حاجه عايز تقولها كده انا حجاوبك على اي سؤال بدك اياه. ما عندي اي شيء، اي شيء حاب اسالك اياه حجاوبك عليه. ليه عندك احساس انك رقم واحد؟ لانه شخصيه صريحه. انا اولا بقرا الفنجان، وثانيا انا بقرا لغه الجسد. ما حدا بيعطيني معلومات يعني. الناس بتحبني، أنا سلس مع الناس،
وبتمنى انه اي توقع احكيه ما يصير، خلي توقعات الناس الثانيه تصير. لا عايزين التوقعات الحلوه يعني تصير. ما عم بحكي لك ان شاء الله ما يصير التوقعات السيئه، كل شيء حلو يصير، ليك ناس بتحبني يعني انا محبوب كثير. وانا صعب اي حدا يوصل لي. مش حاط رقمي على الواتساب ولا عندي اداره اعمال ولا اي شيء، صعب حدا يوصل لي لانه ما بقرا لاي حدا، عندي ناس محدده بحياتي بس. فيهم فنانين؟ نعم، فيهم فنانين ولكن خففت شوي الفنانين. صار عندي مرض من الفنانين، فوبيا من الفنانين. مع احترامي للوسط الفني طبعا 90% وسط مش مصحصح. طب هل في وباء مثل كورونا ممكن يحصل؟ شيء اقوى من كورونا الفتره المقبله. سنه 2025 لازم نعديها نحن. انت خوفتني من 2025. لا لا لا، سنه 2025 هي بالاصل شوف زلازل السونامي حتكون موجوده، حيكون في وباء، حيجي وباء، ولكن في دول حتغرق الفتره المقبله. في دول عربية حتغرق فترة المقبلة، يعني بالأصل هي 25 سنة قلقة حتكون. نعم. ربنا يستر على يعني أنا ما بقتش عايز ديسمبر ده يعدي بقى السنة دي كده من كلامك. نعم. وربنا فعلا يعني يستر، ربنا زي ما بتقول كده الحاجات الوحشة اللي أنت توقعتها دي ما تحصلش. يوم رأس السنة أحد الدول هتكون محل أنظار مش حلوة. يوم ليلة أول رأس السنة هيحصل إيه؟ هيكون في أحد الدول عندها مطب قوي كتير هتكون محل أنظار. ما بعرف دولة عربية ولا دولة أجنبية؟ أجنبية، في منها عربية السنة؟ كمان في يوم رأس السنة حصريا. في يوم رأس السنة حصرياً. محل أنظار هيقبى فيها مشكلة كبيرة، ممكن تفجير، ممكن اغتيال شخص، ممكن ما بعرف. أجنبية وعربية، اجنبيه وعربيه أو عربية. يوم راس السنه يوم اول سنه فيها مطب، يا اغتيال شخصيه او تفجير او يعني حتكون حيكون بش على الشعب. اسود، يوم اسود، يوم راس السنه هيبقى يوم اسود. نعم. على احد الدول. ألنا احنا بنشكرك جدا. وانا كمان مبسوط كثير، انبسطت جدا بوجودك. ويا رب الاخبار الوحشه دي ما تحصلش تتحقق. يعني انا نفسي بقول لك يعني يا رب كلامي ده ما يبقاش دايما مزمد. انا بطلع على التلفزيون، انا طلعت باحد اللقاءات قبل فتره، خمس توقعات، الخمسه حكيت يا رب ولا توقع منه انه يزبط، والخمسه صار كاغتيالات اللي صارت الفتره المقبله بلبنان ولا بسوريا ولا بش اسمه. حتى بالاصل الفتره المقبله في شخصيه فلسطينيه محل انظار حتكون الاغتيال الفتره المقبله. شخصية فلسطينية. فلسطينية حتكون محل نظر اختيار الفترة المقبلة. أردن عندها مطب سياسي الفترة المقبلة لازم تتخطاه. الأردن. الأردن. حدود الأردن الفترة المقبلة حيكون محل أنظار مطب. يعني قصدك إنه يحصل مناوشات؟ ما بعرف محل أنظار حيكون، يعني الجيش الأردني أو حدود الأردن حتكون محل أنظار مطب. يعني ان شاء الله يعدوها. مش ناقصين برضو الاردن يحصل فيها مشاكل؟ لا ما عم نحكي مشاكل، ولكن حتكون فتره شويه قاسيه عليها، لازم يخطوها. ربنا يستر. ربنا يستر. شكرا لك. وانا كثير مبسوط بوجودك.